بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن مادة إدارة الحكم المحلي الفرقة الرابعة المستوى الأول، والموضوع اللي هنتكلم فيه هو التخطيط في الإدارة المحلية الفصل الرابع. فالتخطيط كوظيفة إدارية بيعرف على إنه تحديد سير العمل في المستقبل وإصدار قرارات تؤثر على مستقبل المنشأة. إحنا مش عارفين إحنا رايحين فين، إحنا مش عارفين إيه اللي جاي في المستقبل، فإحنا بنتنبأ. كل اللي بنعمله إن إحنا بنتنبأ بسير العمل في المستقبل هيبقى شكله إيه، وإيه هي الآثار المحتملة اللي هتأثر علينا في المستقبل عشان نعمل حسابنا ليها. فعشان كده بنقول إن وظيفة التخطيط بتتضمن تحديد سير العمل في المستقبل وإصدار قرارات تؤثر على مستقبل المنشأة اعتمادا على التنبؤ. طيب ليه إحنا بنعمل التخطيط؟ ليه بنخطط؟ يبقى ده هيقودنا إلى نقطة تانية اللي هي بتقول لنا إيه هي أهمية التخطيط. أول حاجة التغلب على مشكلة عدم التأكد. إحنا مش عارفين إيه اللي هيحصل في المستقبل، وبالتالي فأنا أقول لو أنتجت أو لو حصل ظرف معين فأنا هبقى مستعدية إن أنا أقوم أو إن أنا أنتج كمية معينة، إذا حصل ظرف تاني فأنا هنتج كمية تانية وهكذا. يبقى أنا تغلبت على مشكلة عدم التأكد، تغلبت على مشكلة إن أنا مش متأكدة من إيه اللي هيحصل في المستقبل. تاني حاجة من أهمية التخطيط اللي هي تسهيل وظيفة الرقابة. هي الرقابة عبارة عن إيه؟ إن أنا بقارن الفعل بالمخطط. طب ما هو التخطيط هو عبارة عن المخطط، فأنا لما يحصل عندي الفعل بقارنه بالمخطط اللي هو المعايير اللي أنا حطيتها في الأول اللي هي الخطة اللي أنا حطيتها، وبالتالي بقدر أقارن الفعل بالمخطط وأشوف الانحرافات بتاعتي وأقدر أصلح الخطأ. يبقى دي تاني أهمية من أهمية التخطيط. تالت حاجة تركيز انتباه المنشأة إلى الأهداف المطلوب تحقيقها. ما أنا في الخطة هحط إيه هي الأهداف اللي أنا عايزاها في المستقبل، يبقى بالتالي كل الجهود هتوجه إلى تحقيق هذه الأهداف. نمرة 4 تحقيق الكفاءة في الأداء. ما هو أنا لما أقول أنا في المستقبل هخط أنا في المستقبل هنتج كمية معينة بتكلفة معينة، وبالتالي أنا مش هحيد أو مش هنحرف عن هذه الكمية أو عن هذه التكاليف، يبقى أنا حققت كفاءة في الأداء في الأجل الطويل. طيب عشان أخطط تخطيط فعال أو عشان أقول إن أنا حققت مقومات التخطيط الفعال، إيه هي بقى مقومات التخطيط الفعال؟ أول حاجة لازم أحط الخطة في ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية والإمكانيات المتاحة. يعني مقدرش أقول أنا هنتج كمية كبيرة أو مثلا 1,000,000 وحدة وأنا عارفة إن حجم الطلب على منتجاتي الفترة اللي جاية هيقل، أو إن أنا عارفة إن أنا الإمكانيات بتاعتي محدودة سواء إمكانيات مادية أو إمكانيات بشرية. فعشان كده لازم الخطة بتاعتي تبقى في ضوء الظروف والإمكانيات المتاحة. نمرة 2 من مقومات تحقيق التخطيط الفعال أن تكون الخطة اقتصادية. ما أسرفش في الموارد اللي أنا هستخدمها عشان أحقق أهدافي. تالت حاجة لازم تتسم الخطة بالمرونة، لأن أنا بقول إن أنا هشتغل في ظل ظروف غير مؤكدة بتتسم بالتغير باستمرار، وبالتالي لازم أحط للخطة عدة بدائل محتملة على أساس إن لو ما حصلش الاحتمال الأول هيحصل الاحتمال الثاني، هيحصل الاحتمال الثالث وهكذا. يبقى الخطة بتاعتي هنا بتتسم بالمرونة. نمرة 4 لازم تكون الخطة عشان نقدر نحققها لازم تكون واضحة ومفهومة من جانب القائمين على عملية التنفيذ. يجب إن الخطة بتاعتي تحدد إيه هي الموارد اللي أنا هستخدمها في المستقبل. يعني إيه؟ يعني إن أنا أقول إيه هي الموارد المادية والبشرية اللي أنا هقدر أستخدمها في المستقبل عشان أحقق بيها الخطة بتاعتي أو أحقق بيها الأهداف اللي أنا عايزاها.
نمرة 6 من مقومات تحقيق التخطيط الفعال، إن هو يكون التخطيط الفعال بيعمل على الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة عشان ما يحصلش هدر في الموارد اللي أنا حطاها أو الموارد بتاعتي اللي أنا بمتلكها. طيب مين اللي مسؤول عن التخطيط؟ اللي مسؤول عن التخطيط في البداية أفراد الإدارة العليا بيحددوا لي الأهداف، بيقولوا لي أنا عايز أنتج كمية معينة أو أحقق أرباح معينة. طيب يجي بعد كده المديرين في الإدارات الوسطى بيساعدهم الخبراء الاستشاريين عشان يحطوا الخطوط العريضة للخطة، الخطوط العريضة اللي بتحقق الأهداف اللي حطتها الإدارة العليا. يبقى كل إدارة أو كل قسم هيقوم بعمل خطة بالنسبة ليه، وفي النهاية هتيجي الإدارة العليا تقوم بمراجعة خطط الإدارات والأقسام المختلفة كلها وتنسق ما بينها، وفي النهاية تحط الخطة العامة للمنشأة. طيب عشان كده بنقول هل ممكن أي حد يقدر يقوم بعملية التخطيط؟ احنا بنقول الأول الإدارة العليا هتحدد لي الأهداف العامة، وبعد كده هيجوا المديرين في الإدارات الوسطى يحطوا الخطوط بتاعت كل إدارة وكل قسم، وتيجي الإدارة العليا مرة تانية تروح مجمع خطط الإدارات والأقسام وتروح حطاهم في خطة عريضة. طب هل ده يستلزم مني إن القائمين على التخطيط يتصفوا بصفات معينة؟ أه طبعا، يبقى ده يقودنا إلى إن إحنا نقول ما هي الصفات التي يجب أن يتصف بها القائمون بالتخطيط. أول حاجة إنهم يكونوا ملمين بالظروف المحيطة بالمنشأة بصفة عامة وبالمشكلة محل البحث بصفة خاصة. نمرة 2، يلموا بمعظم السياسات الإدارية التي تطبق في المنظمة، سواء سياسات اقتصادية، سياسات مالية، سياسات بشرية وهكذا. لازم يكون عندهم خبرة في الجوانب الإنتاجية والتسويقية والمالية وشؤون الأفراد، كل الجوانب اللي بتتضمنها المنظمة لازم يكون عندهم خبرة كبيرة فيها. طيب إيه بقى؟ إحنا بنقول إن الإدارة العليا والإدارة الوسطى والاستشاريين هيقوموا بعملية وضع الخطة. طب إيه بقى المزايا؟ مزايا كده إيه؟ مزايا المشاركة في التخطيط إن الأفراد كلهم في المنظمة بيشتركوا في وضع الخطة. قال لك أول حاجة إن أفراد الإدارة الوسطى هتساعد أفراد الإدارة العليا في إنها تنسق ما بين الخطط المختلفة، وفي نفس الوقت أفراد الإدارة العليا هتساعد أفراد الإدارة الوسطى إنها تعمل لهم الدراسات والأبحاث اللي محتاجينها عشان يحطوا خطط الإدارات والأقسام. طيب إيه هي بقى عناصر التخطيط؟ عناصر التخطيط هم 5 عناصر. أول حاجة التنبؤ، تحديد الأهداف. طيب قبل ما نقول عناصر التخطيط هنقول طب احنا بنقول عملية المشاركة في التخطيط ليها مزايا، طب ايه هي عيوب المشاركة في التخطيط؟ احنا بنقول ان الاستشاريين هيكون لهم دور في وضع الخطط. طب ما هو ممكن الاستشاريين ينفردوا بعملية التخطيط ويهملوا رأي المديرين الإدارات الوسطى، فعشان كده بنقول ان رئيس المنشأة هو اللي يجب عليه او يبقى ليه حق الانفراد بالموافقة أو عدم الموافقة على الخطط اللي بيقترحها الاستشاريين، وهو يبقى ليه الرأي الأول والأخير في هذه العمل. طيب نيجي بعد كده للنقطة اللي بعد كده اللي هي عناصر التخطيط. أول عنصر من عناصر التخطيط اللي هو التنبؤ، نمرة 2 تحديد الأهداف، نمرة 3 السياسات، نمرة 4 الإجراءات، نمرة 5 البرامج الزمنية.
أول حاجة هنتكلم عليها التنبؤ. إيه هو التنبؤ؟ التنبؤ قالك هو إن إحنا بنتوقع إيه هي التغيرات اللي هتحصل في المستقبل، زي ما نيجي نقول مثلا إن الأرصاد الجوية بتتوقع إن غدا الطقس هيكون كذا، فبرضه بنقول إن التنبؤ هو توقع التغيرات اللي هتحدث في المستقبل في جميع المجالات اللي هتأثر مباشرة أو غير مباشرة على نشاط المنشأة. طب ايه هي اهمية كده؟ قالك اهمية كده ده بيتضح في بالنسبة للقرارات الرئيسة والاستراتيجية بتاعة المنظمة. يعني المنظمة لما تيجي تتخذ قرار مثلا بإنشاء مصنع جديد او باختيار بديل من البدائل عشان تنتجه، مش ده ليه اهمية قصوى؟ وده بيحدد مجال الأعمال أو بيحدد مستقبل المنظمة في المستقبل، لأنها إذا اختارت بديل خطأ فده هيسبب لها مشاكل جامة في المستقبل. فلكن لما أجي أقول أنا هتنبأ بالبدائل، هتنبأ بمزايا وعيوب كل بديل وأختار البديل المناسب، يبقى أنا تنبأت ومن خلال هذا التنبؤ قدرت أفاضل بين البدائل وأشوف البديل اللي مزاياه أكتر من عيوبه وأختاره. يبقى دي هي مزايا التنبؤ أو هي أهمية التنبؤ. تاني عنصر من عناصر التخطيط اللي هو تحديد الأهداف. إيه هي الأهداف؟ الأهداف هي النهايات اللي بتسعى المنظمة إلى بلوغها، والخطط بحطها عشان تحقق لي أهداف معينة، وكل إدارة وكل قسم بيحطوا لي الأهداف بتاعتهم، وبعد كده أهداف المنشأة بتتحقق من خلال أهداف الإدارات والأقسام. في طبعا أهداف لازم الأهداف تكون مفهومة وواضحة ومحددة للجميع على أساس إنهم يقدروا يحققوها ويتخذوا خطوات جدية لتحقيقها. وبتتعدد أهداف المنظمات زي زيادة الأرباح، زيادة الإيرادات، أو أهداف اجتماعية. بس بنقول لما نيجي نحقق أو نخطط هدف رئيسي للمنشأة واللي هو الربح عشان نحط خطة لتحقيق الربح، ده بيقودنا إلى إن إحنا نحط خطط تانية عشان تحقق أهداف أخرى. هو أنا عشان أحقق الربح مش ده يتطلب مني إن أنا أدخل في أسواق جديدة، إن أنا أنمي المنشأة، إن أنا أبني مصانع جديدة؟ طب يبقى أنا هحط خطة للدخول في أسواق جديدة، هحط خطة لتنمية المنشأة، وهكذا. عشان كده بنقول إن التخطيط لتحقيق الهدف الرئيسي للمنشأة وهو الربح ده بيتطلب تخطيط مماثل لتحقيق أهداف أخرى. بعد ما نحدد الأهداف الرئيسية بنحولها إلى مجموعة أهداف فرعية، ولما نيجي نحول الأهداف الرئيسية إلى أهداف فرعية دي لازم نقسم الأهداف إلى أهداف رئيسة وإلى أهداف وسيطة أو ذات طبيعة وسيطة. إيه هي الأهداف الرئيسة؟ الأهداف الرئيسة هي اللي بتأثر في بقاء المنشأة ونموها، زي مثلا الربح. أما للأهداف الوسيطة دي اللي بتساعد أو بيبقى ليها دور مساعد في تحقيق الهدف الرئيسي وهو الربح، زي مثلا إيه؟ هدف تنمية المنشأة، هدف الدخول في أسواق جديدة. دي أهداف ذات طبيعة وسيطة. ليه؟ لأن هي ليها دور في تحقيق الهدف الرئيسي وهو الربح. طيب الأهداف الجيدة ليها سمات زي الدقة والوضوح والواقعية. طب إيه هي المزايا اللي بتعود عليا من إن أنا أحدد الأهداف تحديد واضح ودقيق؟ قالك أول حاجة أنا لما أحط هدف قدامي، زي مثلا انت تقول انا هدفي ان انا هنجح، فانا كل جهودي هتجه بيها الى هذا الهدف، الى ان انا احقق هذا الهدف. عشان كده بنقول ان الاهداف هي بمثابة العلامات الرئيسة اللي بتحدد لي الاتجاه العام اللي كل الجهود هتتجه اليه. نمرة 2 من مزايا التحديد الدقيق للأهداف إنها بتنسق بين جهود الأفراد، كل واحد هيعرف هو هيعمل إيه عشان يحقق الهدف النهائي بتاعه. الأهداف بتستخدم كعنصر تحفيزي لكل عضو في الجماعة، بيربط أهدافه بأهداف المنشأة. والله لو المنشأة حققت أهدافها فأنا هيتحقق
هدفي مثلاً إن أنا هحصل على دخل أزيد. نمرة 4، بتساعد الأهداف على وضع الخطط المتكاملة والمتنافسة مع بعضها البعض. ما أنا الأهداف اللي أنا هحط لها خطط عشان تحققها، الخطط دي هتكون متكاملة ومتنافسة، في النهاية هتتكامل مع بعضها عشان تحقق لي الأهداف. طيب، ده هيقودنا إلى إن إحنا نقول مقومات الاستخدام الفعال للأهداف. أول مقوم إنه كل فرد يعرف أهدافه بدقة وإمكانية تحقيقها. نمرة 2، يجب على المدير أن يحافظ على التوازن بين الأهداف اللي يعتبر مسؤول عن تحقيقها. يعني المدير مش مسؤول عن تحقيق هدف واحد، لكن ده مسؤول عن تحقيق مجموعة من الأهداف. عشان كده ما يجبش عليه إن هو يركز على تحقيق هدف ويترك الأهداف الباقية، لأ، ده هو لازم يوازن بين تحقيق الأهداف اللي هو مسؤول عنها. لكن نمرة 3، لازم أشرك الفرد في عملية تحقيق أهدافه، يعني ما اخليهوش بعيد عنها. ليه بقى؟ قال لك عشان انا لما اشرك الفرد في عملية تحديد اهدافه ده، انا هحفزه ان هو يحقق هذه الاهداف لان هو شارك في وضعها، وفي نفس الوقت هستفيد من خبرته لان الفرد هو اللي بيقوم بالعمل نفسه، وبالتالي هو هيكون ادرى الناس بان هو يشتغل عشان يحقق الهدف بتاعه. نيجي بعد كده لتالت عنصر من عناصر التخطيط اللي هو السياسات. السياسات بتهيئ إطار عمل دائم يعمل في حدود الأفراد في المنشأة، وهي أساس لعملية الربط بين وضع الأهداف والقيام بالتنفيذ. يعني إيه؟ يعني دلوقتي لما أجي أقول إيه سياسة الكلية عندنا، إنها بتقبل طالب أو طالب الثانوية العامة مجموع عالي، هي دي سياسة المنشأة. فأي موظف في الكلية مش هيقدر يتخذ أي قرار يقبل الفرد ده أو يقبل الطالب ده أو ما يقبلهوش إلا في حدود السياسة العامة للكلية اللي هي حطاها، إن هي مش هتقبل إلا طالب مجموع عالي. وإحنا قلنا قبل كده إن من عناصر التخطيط أول حاجة التنبؤ، نمرة 2 تحديد الأهداف، نمرة 3 السياسات، نمرة 4 الإجراءات. يعني كأن السياسات هي مرحلة وسطى بين وضع الأهداف وبين القيام بالتنفيذ، القيام بالتنفيذ اللي هي الإجراءات. فيبقى هي السياسات بتربط لي بين وضع الأهداف وبين القيام بالتنفيذ. هي هتقول لي أنا هعمل إيه؟ بتفهم تفكيري، لكن ما بتقوليش هعملها إزاي؟ يعني بتتحط في صياغات مكتوبة توضح كيف يتصرف الأفراد في الحالات المشابهة اللي بتحدث بانتظام. الطلبة لما يجوا يقدموا في كلية التجارة تقول لهم انتوا لازم يكون مجموعكم كذا. يعني هي مجرد انها بترشدهم في التفكير، لكن ايه هي بقى الإجراءات اللي هتتخذها عشان تقبلهم؟ ايه هو الورق المطلوب منهم عشان يقبلوا في الكلية؟ لا، دي بقى تيجي مرحلة تانية اللي هي مرحلة الإجراءات. وبيقول لك كمان إن السياسات بتساعد في تحديد معنى الأهداف. الهدف ممكن يكون بيعبر عنه بعبارات غير واضحة، السياسة بقى بتترجم لي الهدف ده إلى لغة واضحة ومفهومة من العاملين. يعني لما أجي أقول مثلا سياسة كلية التجارة إنها بتقبل طالب مستواه مرتفع، طب ده معناه إيه؟ هتحدد لي بقى ان هو يجب ان هو يكون حاصل على مجموع كبير في الثانوية العامة. طيب، انواع السياسات، في سياسات اساسية وسياسات فرعية. نمرة 2، في سياسات مكتوبة وسياسات غير مكتوبة. اول حاجة السياسات الاساسية والسياسات الفرعية. السياسات الاساسية دي بتستخدم بواسطة اعضاء الادارة الاساسية، وبتحط الخطوط العريضة لسياسات المنشأة في الأجل الطويل. يعني الإدارة العليا هي اللي بتستخدم السياسات الأساسية، وهي اللي بتحطها لأن هي على أساسها بتحط الخطوط العريضة لسياسات المنشأة في الأجل الطويل، وعلى أساسها بتتحط السياسات الفرعية. طب السياسات الفرعية مين اللي بيستخدمها؟ اللي هي الإدارات المختلفة ورؤساء الأقسام والمشرفين، ودي بتتعلق بنشاط معين.
يعني نشاط، مثلا نقول السياسة، نشاط سياسة لنشاط التسويق، سياسة لنشاط الأفراد، وهكذا. طيب السياسات المكتوبة والسياسات غير المكتوبة. طبعا السياسة المكتوبة يعني يفضل إنها تكون السياسات مكتوبة عشان تكون واضحة ومحددة للجميع. طب إيه مزايا السياسات المكتوبة؟ أول حاجة إنها بتكون واضحة ومحددة ومفهومة للجميع لأنها مكتوبة، بتشجع المديرين على التفكير في معنى السياسة لأن المديرين هيلاقوا إن السياسة مكتوبة قدامهم وبالتالي هيقدروا يفكروا في معناها. السياسة لما تكون مكتوبة هتبقى صريحة، ينخفض سوء الفهم فيها. السياسة لما تبقى مكتوبة يمكن نقلها إلى جميع الأطراف دون أن احنا نعرضها لتغيير في المعنى. السياسة المكتوبة أول ما مدير جديد يجي هيلاقي السياسة قدامه مكتوبة هترشده وهتوجهه، عكس الحال لو كانت السياسة غير مكتوبة ده هيضطر إن هو يقابل المدير اللي قبليه عشان يرشده ويوجهه، ودي طبعا هيبقى بصعوبة أو ممكن يحصل فيها انحراف. دي مزايا السياسات المكتوبة. طب إيه هي مقومات تحقيق السياسات الفعالة؟ يجب أن تعكس السياسات أهداف وخطط المنشأة، لأن إحنا بنحط السياسة عشان تحقق أهداف وخطط المنشأة. نمرة 2، لازم ننسق بين السياسات الفرعية والسياسة الأساسية. إحنا قلنا الأول السياسة الأساسية بينبثق منها السياسات الفرعية، فلازم ننسق ما بين السياسات الفرعية والسياسة الأساسية. يجب أن تتسم السياسة بالمرونة، لأن السياسة من عناصر التخطيط، وإحنا قلنا التخطيط بنحطه في ظل ظروف غير مؤكدة، فلازم يبقى في مرونة عشان لو اتغيرت الظروف. يجب أن تكون السياسة مكتوبة، وقلنا مزايا السياسات المكتوبة. من الضروري أن تقيم السياسة الموضوعة من وقت إلى آخر عشان لو حدث فيها تغيير أو لو حصل فيها انحراف نقدر نعالجه. يجي بعد كده للإجراءات اللي هي العنصر الرابع من عناصر التخطيط، هي مرشد للعمل وليس مرشد للتفكير. احنا قلنا السياسات هي مرشد للتفكير، نيجي بقى للإجراءات ازاي هننفذ السياسة، فعشان كده بنقول ان هي مرشد للعمل وليس مرشد للتفكير لأنها بتوصف لي طريقة تأدية عمل معينة. السياسة بتيجي معاها الإجراءات بتاعتها، بتقول لي إزاي تنفذي هذه السياسة. طب عشان تنجح الإجراءات ونقدر نستفيد منها يبقى في مقومات ليها. أول حاجة يجب إنها تكون مقصور على الإجراءات اللي إحنا عايزينها عشان ما يبقاش فيها ازدواج ولا تداخل ولا تعارض ما بين الإجراءات، وما يبقاش فيها طول إجراءات وندخل بقى في البيروقراطية. يجب أن تكون الإجراءات واضحة ومفهومة عشان نقدر ننفذها. يجب أن تعكس أهداف المنشأة وسياستها، لأن إحنا بنقول إن السياسة بتتحط عشان تحقق أهداف معينة. طب ما هي الإجراءات بتنفذ السياسة، فلازم الإجراءات بتعكس أهداف المنشأة وأهداف السياسة. يبقوا برضو زي ما قلنا قبل كده يجب أن تقيم الإجراءات التي توجد بالمنشأة باستمرار عشان لو حصل فيها أي انحراف نقدر نعم. إيه بقى اللي هيعود عليا لما ألتزم بإجراءات عمل موحدة؟ قال لك أول حاجة هوحد أسلوب العمل وطريقة الأداء. ما هو أنا لما أحدد للعمال إزاي يشتغلوا يبقى كلهم هيشتغلوا بأسلوب واحد وبطريقة أداء واحدة، بالتالي هيبقى فيه مستوى خدمة موحد أو فيه تماثل في الأداء. نمرة 2، إحكام الرقابة على أداء الأعمال، لأن أنا بحط لهم خطوات محددة 1 2 3، باجي أراقب على هذه الخطوات نفذوها ما نفذوهاش، يبقى فيه رقابة محددة. نمرة 3، هستفيد من مزايا تخصص العاملين ومن خبرتهم لأنهم هيلتزموا بإجراءات واحدة هيقعدوا ينفذوها مرارا وتكرارا، بالتالي هيتخصصوا فيها وهيبقى لديهم خبرة.
بعد كده هقلل من المجهود الذهني اللي بيقوم بيه العاملين، لان انا هحط لهم اجراءات بيلتزموا بيها 1 2 3، وبالتالي هيقل المجهود الذهني بالنسبة ليهم. طب لكن بقى لما غالي في الالتزام بحرفية القوانين والاجراءات، احنا قلنا ان الالتزام باجراءات عمل موحدة ده كويس، لكن لو غليت فيه ايه اللي هيحصل؟ ده هيؤدي الى تعقد الاجراءات وبطء في الاداء وتعطيل الاعمال وفقدان الحافز لدى العاملين. طب اعمل ايه؟ ابسط الاجراءات، ان انا احذف الاجراءات غير الضرورية اللي ملهاش لازمة، او ادمجها في اجراءات اخرى، او استبدلها باجراء بسيط بيحقق لي اهداف المنشأة باقل تكاليف. طب ازاي او ايه هي خطوات تبسيط الاجراءات؟ قال لك اول حاجة احدد الاجراء المطلوب تبسيطه، اجمع البيانات عن هذا الاجراء اللي انا عايزة ابسطه، اسجلها واحللها، وبعد كده اشوف الاجراء اللي انا بقترحه عشان ابسط الاجراء القديم، واخر حاجة اقرر هذا الاجراء المقترح من الادارة العليا. بعد ما توافق عليه الإدارة العليا ويبدأ التنفيذ، لازم أتابع هذا الإجراء الجديد. هنيجي بقى لآخر عنصر من عناصر التخطيط اللي هي البرامج الزمنية. البرامج الزمنية هي مجموعة الأنشطة اللي بيتم القيام بها لتحقيق هدف معين خلال فترة زمنية معينة. يعني أجي أقول أنا الفترة اللي جاية، الشهرين اللي جايين مثلا، انا عايزة احقق مجموعة من الانشطة، سواء في نشاط التسويق، نشاط الموارد البشرية، نشاط الانتاج، واخصص برنامج لكل نشاط معين. اقول نشاط التسويق بدايته امتى ونهايته امتى، ده من اجل تحقيق الهدف المطلوب للبرنامج الزمني. طب عشان اعد البرنامج الزمني اعمل ايه؟ اول حاجة أحدد الهدف المطلوب ووضع برنامج زمني لتنفيذه. وأنا هدفي إيه؟ إن أنا أحط برنامج زمني للتسويق، أحط برنامج زمني للموارد البشرية، أحط برنامج زمني للإدارة المالية، وهكذا. أحدد العمليات المطلوب تنفيذها عشان أحقق الهدف اللي أنا عايزاه. إيه هي العمليات اللي أنا عايزة أنفذها؟ وأقسم العمليات المطلوبة لعمليات فرعية، وأحدد التسلسل الزمني لكل عملية فرعية، وبعد كده أحدد الزمن اللازم لإتمام كل عملية والوقت الإجمالي لكل برنامج زمني، وأحدد بعد كده الوقت البدء والانتهاء من البرنامج، وأحدد الأشخاص المسؤولين عن تنفيذ البرنامج ومتابعة عملية التنفيذ. هنتكلم النهاردة عن الفصل السادس اللي هو التنظيم في الإدارة المحلية. تعالوا نتكلم الأول ونعرف إيه هو معنى التنظيم. إحنا المرة اللي فاتت اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن التخطيط، وقلنا التخطيط هو تحديد سير العمل في المستقبل وإصدار قرارات تؤثر على مستقبل المنشأة. طب تحديد سير العمل، مين اللي هيقوم بالعمل؟ طبعا مجموعة من العاملين. طب العاملين دول هينفذوا العمل اللي هم هيقوموا بيه او اللي هو مطلوب منهم ازاي؟ هل اي واحد هيشتغل اي شغلانة، ولا هيشتغل الشغلانة اللي تتناسب مع مؤهلاته وامكانياته ومتطلبات الوظيفة؟ يبقى هو ده التنظيم. التنظيم معناه ان انا بحدد المهام والانشطة المطلوب تنفيذها وتوزيعها على العاملين حسب مؤهلاتهم وامكانياتهم ومتطلبات الوظيفة، عشان اضمن ان انا ما اكررش اداء المهام عشان احقق اهداف المنظمة. وبالمعنى ده بقى يبقى عندي للتنظيم جانب هيكلي وجانب سلوكي. جانب هيكلي اللي هو الوحدات والأقسام والمستويات الإدارية اللي بيتكون منها الهيكل التنظيمي. ما احنا بنقول إن التنظيم هو تحديد المهام والأنشطة بما يتناسب مع إمكانيات ومؤهلات العاملين. طيب يبقى ده معناه إن عندي هيكل تنظيمي في وظائف، عشان كده بقول متطلبات الوظيفة. طب الوظائف دي اللي هي محطوطة في الهيكل التنظيمي بسميها جانب هيكلي اللي هو الوحدات والأقسام والمستويات الإدارية.
نمرة 2، الجانب السلوكي. ايه هو الجانب السلوكي؟ الجانب السلوكي اللي هو العلاقات والاتصالات اللي بتحصل ما بين المستويات الإدارية وبين الوحدات والأقسام في الجانب الهيكلي. يبقى دلوقتي عندي التنظيم، بحدد المهام والأنشطة وأوزعها على العاملين بما تتناسب مع مؤهلاتهم ومتطلبات الوظيفة. ومن التعريف ده قدرت أقول إن التنظيم ده بيتضمن جانبين، جانب هيكلي وجانب سلوكي. إيه هي بقى نظريات التنظيم؟ نظريات التنظيم عندنا 3 نظريات، اللي هي النظرية الكلاسيكية، النظرية السلوكية، نظرية النظم. النظرية الكلاسيكية بتعتمد على 5 مبادئ. أول مبدأ اللي هو مبدأ التخصص وتقسيم العمل، معناه إن أنا بقسم العمل وبحط إلى أعمال متخصصة وبحط الفرد المناسب في المكان المناسب. نمرة 2، أو المبدأ الثاني، هو مبدأ المركزية، معناها إن أنا بركز السلطة في إيد فرد واحد أو في إيد إدارة واحدة هي اللي بتتخذ القرار. نمرة 3، أو ثالث مبدأ، هو مبدأ التوازن بين السلطة والمسؤولية. هي السلطة هي إيه؟ هي حق يخول لصاحبه إصدار الأوامر، والمسؤولية واجب أو التزام. فأنا أدي الفرد السلطة اللي بيقدر بيها يحقق المسؤولية بتاعته أو ينفذ المسؤولية الملقاة على عاتقه. نمرة 4، أو المبدأ الرابع، مبدأ نطاق الإشراف، معناه إن أنا بحدد عدد الأفراد اللي الفرد واحد يستطيع إن هو يشرف عليهم. وفي ضوء النظرية الكلاسيكية قالوا من هم من 3 إلى 7 أفراد الفرد الواحد يقدر إن هو يشرف عليهم. المبدأ الخامس، مبدأ وحدة الأمر، معناه إن الفرد ما يتلقاش الأوامر بتاعته إلا من فرد واحد فقط أو من رئيس واحد فقط. النظرية الكلاسيكية بمبادئها 5 وجهت إليها انتقادات على أساس إنها بتركز على الاختصاصات والمناصب زي التخصص وتقسيم العمل والمركزية، وبتفترض إن الفرد بيتحدد سلوكه طبقا لمتطلبات التنظيم، وعليه أن يتكيف مع العلاقات اللي بيحددها الهيكل التنظيمي للمنشأة. ونتيجة للانتقادات اللي وجهت للنظرية الكلاسيكية ظهرت النظرية السلوكية. النظرية السلوكية بقى عكس النظرية الكلاسيكية، فهي بتركز على الفرد. النظرية الكلاسيكية كانت بتركز على المناصب، النظرية السلوكية بتركز على الفرد، وبتعتبره إن هو اللي بيحدد الوظيفة اللي بتتناسب مع قدراته وإمكانياته، وما بتنظرش للفرد على إنه واحدة منفصلة عن الآخرين، لكنها بتنظر إليه على إنه هو عضو في جماعة يؤثر ويتأثر بها. بتهتم برضو النظرية السلوكية بالجماعات غير الرسمية. احنا عندنا في المنظمة جماعات رسمية هو اللي بيحددها الهيكل التنظيمي حسب المستويات الإدارية وحسب الإدارات والأقسام اللي بتحددها، فده بنسميها جماعات رسمية. أما الجماعات غير الرسمية دي بتعتمد على الاتصالات الشخصية بين أعضاء الجماعة اللي هما ما قدروش يشبعوا حاجتهم من خلال التنظيم الرسمي أو من خلال الجماعات الرسمية، فهم بيتصلوا ببعض عشان يشبعوا حاجاتهم. طيب، 3 نظرية عندنا. نظرية النظم، بنعرف النظام على إنه مجموعة من العناصر أو الأجزاء اللي بتتفاعل مع بعضها عشان تحقق هدف أو أهداف معينة. وعلى التعريف ده، أو على تعريف النظام، فإحنا بنعتبر كل شيء في حياتنا نظام بيتكون من عدة أنظمة فرعية بتتفاعل مع بعضها وبتتفاعل مع النظام الكلي من أجل تحقيق هدف أو أهداف محددة. مثلا هنعتبر الأسرة نظام، المدرسة نظام، الكلية نظام، الجامعة نظام، بتتكون من عدة أنظمة فرعية. الشركة نظام، بتتكون من عدة أنظمة فرعية، نظام المخازن، نظام المشتريات، نظام الموارد البشرية، وهكذا. كل النظم دي بتتفاعل مع بعضها ومع النظام الكلي عشان تحقق هدف المنشأة.
وطبعا كل نظام فرعي بيعتبر جزء من نظام أكبر. فمثلا نظام فرعي مثلا عندنا إدارة المشتريات بتعتبر نظام فرعي من نظام أكبر اللي هو إدارة المنشأة. المنشأة بتعتبر نظام فرعي من نظام أكبر اللي هي الهيئة أو المؤسسة اللي بتتبع ليها هذه المنشأة. الهيئة اللي بتتبع ليها هذه المنشأة هي نظام فرعي من نظام أكبر اللي هي للدولة ككل أو للوزارة. طيب ده تعريف النظام. أمال عناصر النظام؟ عناصر النظام هي المدخلات، العمليات، المخرجات. هدف النظام التغذية المرتدة، البيئة. تعالوا نشوف أول عنصر من عناصر النظم، هي المدخلات. المدخلات بتتمثل في المواد والأفراد أو البيانات اللي بتأخذها المنظمة من البيئة، المحيطة، وبتخضع لعملية تحويل وتشغيل لتتحول إلى شيء آخر. فمثلا الأفراد دي بتعتبر مدخلات، بنجري عليهم عمليات تشغيلية، تدريب مثلا، عشان يتحولوا إلى شيء آخر اللي هو أفراد مؤهلين بمؤهلات معينة. البيانات دي مدخلات، بنجري عليها عمليات تحويلية وتشغيلية تتحول لشيء آخر اللي هي المعلومات اللي بنستفيد منها في اتخاذ القرار. تاني عنصر من عناصر النظام اللي هو العمليات، اللي هو الجانب التحويلي للنظام أو الجانب التشغيلي للنظام اللي احنا بنحول فيه المدخلات إلى مخرجات. المخرجات هي ايه؟ هي المدخلات اللي أنا أجريت عليها العمليات التشغيلية والتحويلية. يعني جبت المدخلات سواء مواد أو أفراد أو بيانات وأجريت عليها عمليات تشغيلية وتحويلية، خرجتها في صورة تانية اللي هي بسميها المخرجات. يعني أجريت على المدخلات عمليات ادتني مخرجات. مخرجات نظام فرعي تعتبر مدخلات لنظام فرعي آخر. إزاي؟ يعني مثلا شركة بتنتج منتجات نص مصنعة. الشركة اللي بتنتج منتجات نص مصنعة مخرجاتها منتجات نص مصنعة، فهي مخرجات. لو اتحطت المخرجات دي في شركة تانية بتنتج منتجات تامة الصنع هتعتبر مدخلات لهذه الشركة الجديدة، يبقى مخرجات نظام فرعي يعتبر مدخلات لنظام فرعي آخر. رابع عنصر من عناصر النظام اللي هو هدف النظام، وقلنا إن الهدف هو النتيجة المرغوبة اللي بيسعى النظام لتحقيقها بمواصفات معينة في توقيت محدد، وكل الأنظمة الفرعية بتتفاعل مع بعضها ومع النظام الكلي عشان تحقق هذا. رابع عنصر من عناصر النظام رابع عنصر من عناصر النظام اللي هو التغذية المرتدة. التغذية المرتدة دي الوظيفة الرقابية للنظام، بترجع لي بعد ما أخرج المخرجات بتاعتي، بترجع لي معلومات من البيئة بتوضح لي هل المخرجات اللي أنا خرجتها دي تتناسب مع البيئة اللي أنا خرجتها لها ولا لأ. عشان كده بنقول إن التغذية المرتدة دي وظيفة رقابية للنظام عن طريق المعلومات الراجعة اللي بتوضح نجاح النظام أو فشله في تحقيق أهدافه. تنساب المعلومات بعد كده اللي جاية من البيئة عن المخرجات اللي أنا خرجتها وتعود إلى المدخلات مرة أخرى عشان أتخذ الإجراء التصحيحي. المخرجات اللي أنا خرجتها ممكن ما تبقاش متناسبة مع البيئة، يبقى ده يلزم مني إن أنا أعدل المدخلات أو العمليات أو الأهداف نفسها. بعد كده آخر عنصر من عناصر النظام اللي هو البيئة. البيئة اللي هي الظروف اللي بتحيط بالنظام وتمد بفرص أو بمعلومات وتهديدات معينة، لازم أن يكون النظام مفتوحا عشان يتفاعل مع الظروف البيئية المحيطة به يؤثر فيها ويتأثر بها. النقطة اللي بعد كده اللي هو التنظيم الرسمي وغير الرسمي.
التنظيم الرسمي هو الإدارات والأقسام والوحدات اللي بيتكون منها التنظيم الإداري للمنشأة والعلاقات والاتصالات الرسمية اللي بتتم فيها، سواء من أسفل لأعلى أو من أعلى لأسفل أو على المستوى الأفقي. زي ما احنا قلنا إن الهيكل التنظيمي للمنشأة أو الجانب الهيكلي للمنشأة، الجانب الهيكلي للمنشأة هو اللي بيحدد لي الإدارات والأقسام والوحدات. عشان كده بنقول إن التنظيم الرسمي بيتطلب الالتزام بالمبادئ الآتية: أول حاجة بحدد المستويات الإدارية اللي بيتشكل منها التنظيم الإداري للمنشأة. نمرة 2، الالتزام بالتدرج الرئاسي بين الإدارات والأقسام المختلفة. نمرة 3، تحديد السلطات والمسؤوليات لكل مستوى إداري. 4، تحديد المعلومات اللي بيتم تداولها بين المستويات الإدارية المختلفة. نمرة 5، تحديد نطاق الإشراف لكل عضو في التنظيم. التنظيم الرسمي يعتمد على الاتصالات الرسمية، سواء من أعلى إلى أسفل أو من أسفل إلى أعلى أو على المستوى الأفقي. أما التنظيم غير الرسمي، ده عكس بقى التنظيم الرسمي، فهو بينشأ من خلال الاتصالات غير الرسمية بين مجموعة من العاملين خلال اتصالاتهم في فترات الراحة أو الذهاب والعودة من العمل أو في أيام الأجازات والعطلات الرسمية. لكن بعض المديرين بيروا إن الجامعات غير الرسمية غير مرغوب فيها، لأنها بتتم بطريقة غير رسمية وقد تؤدي إلى الإضراب أو تعطيل العمل ونشر الإشاعات. أبعاد التنظيم الرسمي هم 4 أبعاد. إحنا مش مطالبين اللي هو الهيكل التنظيمي، السلطة والمسؤولية، المركزية واللامركزية، نطاق الإشراف. إحنا المقرر علينا بس اللي هو السلطة. تعالوا نتكلم عن السلطة. تعريف السلطة هو حق يخول لصاحبه إصدار الأوامر والتعليمات إلى الآخرين. طب بتيجي منين السلطة أو مصدر السلطة؟ بتيجي من 3 مصادر. ممكن يكون مدير المنشأة هو مالكها، أو ممكن يكون مدير المنشأة بيستمد سلطته من موقعه في الهيكل التنظيمي. الهيكل التنظيمي موقعه في الإدارات والأقسام، هو على رأس الإدارة أو رأس القسم، فهو بيستمد سلطته من هذا الموقع. نمرة 3، بيستمد سلطته من قبول المرؤوسين لسلطته أو مدى اقتناعهم بالأوامر والتعليمات الصادرة إليه، زي ما بنقول كده اللي هو الكاريزما بتاعة المدير. طيب تفويض السلطة معناها إيه؟ تفويض السلطة معناها إن المدير بيقوم بالتنازل عن بعض سلطاته للمرؤوسين عشان يشرك المرؤوسين في القيام ببعض الأعمال اللي بيقوم بيها الرئيس عشان ينجز الأعمال في التوقيت المناسب وبالكفاية المطلوبة، لأن الرئيس مش هيقدر ينجز كل الأعمال في التوقيت المناسب وبالكفاية المطلوبة لوحده، فلازم بيستعين ببعض المرؤوسين بتاعه بيشاركهم معاه في القيام ببعض المهام. لكن عند تفويض السلطة يجب على الرئيس أنه يقسم الأعمال اللي بيقوم بيها إلى أعمال ضرورية هامة ومؤثرة في تحقيق أهداف المنشأة واللي هي لا يتم تفويضها للآخرين، وفي أعمال أقل أهمية ممكن التنازل عنها للآخرين أو ممكن تفويض سلطتها إلى الآخرين.